وبص بعد كده بسم الله بقى، بعد كده عايزين، يلا يا جماعه نكمل. بص عايزين نعمل بعد كده نجيب درايف نشوف موبايلك معاه ايه، ابقى هات الدرايفر معاه ونسطبه او بعد. انا الموبايل ما وصلتوش على جهاز قبل كده ما لا اصل ده ويندوز 7، ويندوز 7 معاه وبيتسطب بيعمل ايه على طول؟ مش عارف، فده مشكلة ما بتعرفش. فاحنا عايزين نجيب موبايل حقيقي وننزل برنامج اسمه موبايل ميرور، ده هيفيدكم جدا في البرزنتيشن. موبايل ميرور، موبايل ميرور ده فايدته ايه؟ هو موجود على فكرة، موبايل ميرور ده موجود من ضمن الكورسات ده. بص اهوت اندرويد. ابو حميد انت فين؟ ابو حميد بقالك كتير ما بتجيش. ايه هو كتير وجاي المرة اللي احنا هنخلص فيها بدري. في المهم في برنامج هنا مش عارف، موبايل ميرور. البرنامج ده بيعمل ايه؟ موجود انا اشوفه. الموبايل مجرد ما توصله تلاقي ظهر لك الموبايل بتاعك. دايما في البرزنتيشن دايما الطلبه وما بيعملوا عرض بتلاقي ايه؟ يجي يوري للدكتور، تلاقي العميد قاعد جنبه، يا ابني ما توري للعميد، يقول يا ابني وري للدكتور، خلاص وري له كده يقول لك مش شايفين، فمضطر تقرب واحد واحد. لا، فالموبايل ميرور ده البرزنتيشن شغال وانت ماسك الموبايل وظهر قدامك، خدت بالك؟ فدي بتبقى حلوه، موبايل ميرور. وموجوده في اللابات، في حاجه بتبقى جنب الساعه عامله شكل الملف كده، في حاجه جنب الساعه اللي هي اللابات الجديده ويندوز 10. لا 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 موجود، موجوده حاجه شكل الملف كده تبقى موجوده هنا، لما تفتحها بيظهر بيظهر قايمه كده. القايمه دي فيها موجوده، القايمه دي فيها حاجه اسمها كونكتور او كونكت، لما تدوس كونكت تمام دي بتدور على الموبايلات اللي حواليها، هتلاقي موبايل جهازك ظهر من ضمن البلوتوث الموبايل، بتبقى حاجه اللي هي موجوده في الموبايل كاستنج سكرين، موجوده عندي في اتش سي كاستنج سكرين تمام. الميرور لما تدوس عليها هتلاقي ظهر لك موبايل لابتوب الجهاز بتاعك، تعمل عليه كونكت تلاقي موبايلك ظهر هنا، ودي بنعمل عليها برزنتيشن تبقى حلوه. طيب احنا قلنا النهارده خدنا المره اللي فاتت كل التعامل مع الماب، خدنا المره ده احنا اللي كنا فاصلينه من شويه، بما انا لسه بقول لك خدنا كل التعامل مع الماب الا ناقص حاجه، جهازك ده هو باين اشتغل عندك احمد؟ لا اشتغل اساسا جهازك الا الدرو، ان انت لسه تحدد نقطتين دي بقى نعملها ايه، انك تعمل نقطتين وتلاقي رسمك الطريق زي اوبر وكريم. مش بيرسم الطريق ولا لا؟ زي الجي بي اس، جوجل ما جوجل مابس، جي بي اس او جوجل مابس، ده بدون عايز احمد تلاقي رسم لك الطريق، لا معروف تمام. طبعا كل الناس تستخدم جوجل مابس زي ما عملناها المره اللي فاتت تمام، احنا خدنا المره اللي فاتت الماب كلها ما عدا حته الدرو روت واللايف لوكيشن، الاثنين دول قلنا ان احنا ايه هنقعد في مره، احنا حتى حسبنا السيشنز اللي ناقصه فلقينا الوضع معانا ايه كتير بصراحه تمام. طيب النهارده عايزين نراجع على حته البيوليت، بس الجريد فيو مش الليست، هنتعامل مع الجريد فيو، هنتعاملنا مع الليست اللي هي الحركه اللي كانت صعبه دي اللي هي بتاخد مساحه اللي هي بتاخد وقت كتير جدا. ماله الماوس؟ ما هو انا ماله الجهاز تمام ده 3 2 6 7 كنترول بانل داتابيس. قلنا هنعرضها فين بقى؟ هنعرضها نعرض انهي بيانات؟ احنا كنا بنعرض الاساينمنتس. نعرض ايه؟ قلنا اليونيفورم صح كده؟ نعملها مع اليونيفورم تمام؟ نعرض كل اليونيفورم بتاعتنا ولو عايز ايه يبدأ يطلب اوردر فيها.
وحتى نعمل حتة جزء اليونيفورم ده بالمرة كله. بس في هنا في اليونيفورم عاملين السايز والكالر والساي والفيز، نزود عليه مين؟ الايمج، يبقى شكل ايه؟ الشكل بتاع اليونيفورم، حتى ما بيبقى حاجة شكل ثابت معروف يعني. طيب اتفقنا، اول حاجة هنعمل كليك يمين نيو اكتيفيتي جاليري، قلنا عشان لما ندوس على اليونيفورم يجيب تفاصيله في الشات تانية، لو كنا بنعمله بوتوم شيت لا عايزين نعملها في الشات تانية. نيكست يونيفورم، وبرده ايه والله مش مشكلة احنا كده عندنا وقت حتة اليونيفورم دي تفتح لنا ايه الشوبنج كارت. ليه؟ لما عملنا الاساينمنت كان بيشوفه خلاص، ولما تيجي في حته كورسات بيخش على الكورس ويحجزه، ولما يحب يعمل كورس ثاني بيخش على الكورس ويحجزه. بس لما تخش تشتري منتج، تخش تشتري منتج الاوان وتضيفه في سله المشتريات، تخش تضيف المنتج الثاني وتضيفه في سله المشتريات، وفي الاخر تشوف ايه اللي انت اخترته كله، سله المشتريات كلها صح ولا غلط؟ دي تدخلنا يبقى ناخد المره الجايه واللي بعد دي واللي بعدها في حته دي. حتى تدخلنا نظام الحجز خلاص، نظام اللي هي الشوبينج كارت، فاهمنا؟ اللي هي زي سيت مش تبقى حلوه دي، وفي الاخر يشوف كل سلسله المشتريات ويقدر يحذف منها، هتبقى الري ليست بس يقدر يحذف من الري ليست. طيب شاشه اليونيفورم اهي، الكونتنت يونيفورم، انا عمو لسه بيحمل تحت. عايز بيلد بعدين ريسورس لي اوت كونتينت يونيفورم وير ده، احنا عملناه الشعبيه ماشي مش هتفرق. ده مش تظهر غير لما اعمل بيلد ريبيلد، لازم دي تتحل. طيب هننزل هنا اداه اسمها جريد فيو، تمام؟ الجريد فيو ليها اتريبيوتس خاصيه كده اسمها نم كولوم. لو قلت 3 بص خدت بالك الجريد فيو اللي هي موجوده في جوميا او سوق، عاملها في الابلكيشن بتاعه، عاملها في الابلكيشن بتاعه انك تظهر عندك يا الصور المنتجات يا يوسف، تظهر كده صورة المنتج اسمه سعره، صورة المنتج اسمه سعره، يا تظهر كده اسم المنتج، صورة المنتج اسمه سعره، صورة المنتج اسمه سعره، صورة المنتج. خدت بالك ساعات بتظهر كده وكده، هو الاكس كان عامل كده، العالمين دول اكس عامل كده برضه، واللي عامل كده برضه في جريد فيو عامل زي انستجرام، تمام؟ برضه عامل النست، عامل الشكل في السيرش تلاقي عاملها تحت بعض كده لسه بيحمل. طيب سميها جي في يونيفورم، طبعا قلنا اليونيفورم عشان سوري عشان تعمل لسته او جريد من داتابيز وبشكل انت عايزه، دي بيسموها في الشغل الاندرويد او البرمجه عموما كاستم ادابتر. كاستم ادابتر انك بتعمل، فاكرين هنشرح تاني الموضوع. قلنا دلوقتي عايز تخلي الشاشه بالطريقه انها تتعرض بالطريقه دي، صوره وتحتها اسم وتحتها تكست، قال لك بتمر بكذا مرحله. واحد ديزاين اللي اوت اللي هيقوم عليه، اللي اوت اللي هيقوم عليه صوره اليونيفورم واسمها وسعرها، تمام؟ طيب طبقا للداتا اللي موجوده عندي هنا او الكوست اهو، وما عندناش الطيب، نخليها الطيب، طيب اللي هو تيشيرت بنطلون الكلام ده كله، مش عارف ترنج البي اي اي البي اي الحاجات اللي بيعملوها في المدرسه دي. طيب اروح جاي هنا عند كده عند اللي اوت نيو لي اوت ريسورس، عارف كل ده بيحمل ايه بصراحه، واسميها اسميها يونيفورم
ليه يا عم؟ لازم استنى ما خلصت. مش فاكر ولا سد في اللاب بتاعي. هو لسه بص بيحمل فوق. الشاشة بتاعت اللي او تاني او في كومبايل تاني، في كلمة كومبايل هنا مجيبش. خلاص كده. طيب الشاشة عايزين نعمل ايه بقى؟ اول حاجة خليها ريلاتيف، رقم اتنين هننزل صورة، وهنحط صورة whatever ايا كان، صورة حتى اللوجو بتاعنا تمام. وبعد كده تحتها اسم، صغرها شوية الاول الارتفاع مش وحش زي ما هو، مش عايزينها مربعة. واروح حاطط تكست فيو اسم نوع اليونيفورم وتحت السعر بتاعه، والنوع ده خليه بولد، والسايز 16، والتكست كولر اسود. المفروض تحط كام كل الصورة في المنتج صورته؟ ما انا هحط صورته، ما هي الصورة دي يا يوسف هتستبدل بصورة مين؟ اليونيفورم، مش بسمارت فيجن كده، مش باللوجو بتاع الشركة أو مدرسة. ده رقم واحد. رقم اتنين تسأل نفسك في كم حقل هنا في اليونيفورم؟ ستة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة صح؟ تروح عامل كلاس نيو جافا كلاس يونيفورم، دي تاني مرحلة. ليه بعمل كلاس؟ بعمل كلاس عشان الاري ليست تبدا تتقسم لست اجزاء، عشان اقدر اخد جزء وجزء وارميه في اللاي اوت. انا محتاج كام جزء ازوره في اللاي اوت من السته؟ ثلاثه، الصوره واسم والنوع والكوست. بعد كده ما يدخل عليها يروح لتفاصيلها تمام. طيب عندي سته زي ما انتوا قلتوا، اروح معرف المتغيرات ده اهي. اول حاجه سيريال، سترينج سيريال كوما. طيب سايز، طيب سايز كوست كولر فيس جريد، بعد كده الايمج، سبع متغيرات اروح اعمل لهم جنريت جيتر اند سيتر، اروح معلم على السبعه واروح دايس اوكي. تاني مرحله ان اجيب البيانات من داتابيز احطها في ريزلت سيت، بعد كده اخدها من ريزلت ست احطها في الكلاس، وبعد كده اخدها في الكلاس اديها للاري ليست. ده تاني كلاس، اروح عامل رايت كليك نيو جافا كلاس واسميه جيت يونيفورم. حتى كلمه يونيفورم كتبت غلط، ما علينا. واروح عامل جواه متغير بابليك، المتغير ده من نوع مين؟ هيرجع في الاخر الاري ليست، بس الاري ليست دي تقوم على شكل مين؟ على شكل الكلاس، وهسميها جيت يونيفورم داتا. اللي هيتغير بس اسم الشاشه اللي انا فيها، واسم الشاشه بنعبر عنها بكلمه كونتكست سي ان. في الاخر الاري ليست دي هترجع متغير من نوع ليست، اروح معرف متغير من نوع ليست بس في شكل يونيفورم، واسميها داتا يساوي نيو اري ليست. الى لست هتجيب بيانات من داتابيز، يبقى لازم اعمل كونكشن بكلاس الداتابيز دي بي يساوي نيو داتابيز. عشان اجيب بيانات من داتابيز لازم اعرف متغير الاول كونكشن، عشان اقدر اعمل كونكشن بالداتابيز. كون يساوي دي بي دوت كونكت دي بي، قال لي اديني اسم الكونتكست بتاعتك، قلت له سي ان اللي هو المتغير ده،
كده اللي شايل الدان اللي هيعمل كونكشن كون، اروح عامل تشيك على الكون، لو بنال يبقى كده مفيش كونكشن. توست دوت ميك تكست، اسم الشاشه سي ان، الرساله بليز تشيك انترنت اكسس كوما توست دوت لينس لجورت دوت شو إلس. طب لو عمل كونكشن يروح يجيب بيانات من داتابيز، عشان يجيب بيانات من داتابيز كنا بنعرف متغير من نوع ريزلت ايه، ريزلت سيت، واسميه ار اس او ار يونيفورم، يساوي الداتابيز دوت ران سيرش، هات كل البيانات من دهو من جدول اليونيفورم، بس شيل الدوت. لما يجيب بيانات من جدول اليونيفورم هيجيب اكتر من بيان، يبقى هعمل لوب على اليونيريزلت سيت اللي اسمها ار يونيفورم، افضل هات طول ما انت فيك داتا. قال لي عايز ايه؟ تراي ومين وكاتش، ما تتحطش هنا، عايزين سراوند تراي وكاتش. كده هيعمل اكشن ميثود لما تيجي تستخدم الجيت يونيفورم تحطها وبين جوه تراي وكاتش. لا طب وانا رايح نفسي، طب ما اعملها على طول من هنا اهو، تراي كاتش اس كيو ال اكسبشن، وراح اعمل كده. بعد كده عايز ادي الداتا، هي دلوقتي من الريزلت ست، اديها للكلاس اللي اسمه يونيفورم، معرف متغير من الكلاس سميه يو، يساوي نيو يونيفورم، خليه ياخد الداتا اليو دوت ست. ما شاء الله بقى في كل حاجه ست سيريال، هات من الار يونيفورم دوت جيت سترينج السيريال رقم كام، الحقل رقم كام السيريال، بعد كده مين يبقى يو ايه، لا الداتابيس في الريزلت ست بنتعامل بواحد الاري بزيرو، ست تايب ار يونيفورم باتنين، بعد كده مين سايز كوست جريد، ماشي يا مستر فؤاد اهي يا باشا. بعد كده يو دوت سيت مين سايز، هاتها من الار يونيفورم دوت جيت سترينج رقم 3. بعد كده يو، اليو ده هو عباره عن الكلاس اللي انا ايه بستخدمه، سيت مين بعد كده ايه شور ار يونيفورم دوت جيت سترينج رقم 4 يو دوت سيت جريد ار يونيفورم دوت جيت سترينج رقم 5. بعد كده عندي 6 و7 مين ومين الفيز ومين تاني والايمج. طيب بعد كده خلصنا كده الداتا، مين اللي شايلها؟ اليو، اديها للليسته، الليسته اسمها ايه؟ اروح قايل الداتا تشيل اليو. طب هتشيل اليو ازاي؟ قال لك ما هي الداتا اساسا قايمه على مين؟ على كلاس اليونيفورم، ومين اللي بيعرف كلاس اليونيفورم؟ يبقى كده كده لو خدت اليو يبقى هي كومباتبل معاها. تمام؟ اروح في الاخر خالص ريتيرن المين للداتا. دي تاني مرحله. تالت مرحله ان ياخد من الاري ليست يدي الاري ادابتر، في ظل الاري ادابتر يدي هنا يوزع الداتا، يدي نوع يوزع الداتا. عايزين بس ايه لي اوت ميرجن ليفت بس ماشي، يوزع الداتا يعمل ايه زي الداتا ادابتر دي، نفس الكلاس ده هو كوبي بيست. قلنا فايده الداتا ادابتر بتعمل ايه؟ بتنظم ظهور الداتا داخل الاري ليست، بتنظم ظهور الداتا داخل الاري ليست اهو، بس هسميه نوفورم.
اول حاجه الاري ليست الكلاس اللي اسمه داتا ادابتر يونيفورم بيورس من مين بس قايم على كلاس مين اليونيفورم. الاري ادابتر لازم يكون فيه اري ليست اللي هي هتشيل الداتا من الاري ليست اللي انا واخدها بس برضو قايم على كلاس يونيفورم عشان الجيت يونيفورم قايم على اري ليست من نوع. اجي بعد كده قال لي محتاجه حاجتين، اسم الشاشه اللي انت فيها قلت له كونتكست، واللي اوت قال لي اللي اوت اسمها يونيفورم لي اوت، والاري ليست الاري ليست اسمها ايه كونت، بس الكونت دي قايمه على كلاس اسمه لا كلاس اليونيفورم. بعد كده الاري اللي لي اوت بتاعت فيها كم ايتم او كم كنترول، واحد ايمج واثنين تكست فيو، معرف الايمج واثنين تكست فيو اهو، بس هنا اي ام جي يونيفورم هسميها، وهنا تي اكس تي التايب، وتي اكس تي مين الكوست. الجيت فيو واحد اعرف متغير من يونيفورم. الجيت فيو بتعمل ايه؟ بتاخد من الاري ليست اللي هي من الكلاس الفعلي وتحط، تبدا توزع بقى التكست ده يشيل التايب والتكست ده يشيل الكوست. اروح اعمل كده اللي هيتغير، انا عندي تلات تكستين او تكستين، واحد تكست التايب والتاني وده ماليش اي لازمه بيه، والايمج اي ام جي يونيفورم، بس التكست تايب هيتعامل مع التكست تايب احنا مسميناهمش بقى، ده اسمه ايه اي ام جي يونيفورم، وده تي اكس تي تايب، وده تي اكس تي كوست. ونيجي هنا اروح تي اكس تي تايب، وده تي اكس تي كوست، وده اي ام جي يونيفورم. اتعاملت مع الثلاث تكستات دول، عايز اخليهم يشيلوا الداتا. قال لك علشان الصوره تشيل نص بنستخدم كلاس اسمه بجاسه كلاينت اللي هو بيمسك بتدي له مسار يديك صوره. المسار هيجيبه من جيت ايمج وهيحطه جوه ايمج يونيفورم. التكست تي اكس تي تايب هيشيل جيت تكست جيت تايب، الصوره الكوست تي اكس تي كوست هيجيبه من جيت كوست. خلصت ده الداتا ادابتر. الداتا ادابتر بقى نبدا نستخدمه في اللي اوت بتاعه اليونيفورم. فين اكتيفيتي اليونيفورم؟ اهي ليها اسم بس ما ننساش ندوس على ده. اروح مستخدمها اكتيفيتي اليونيفورم، واحد معرف متغير من جريد لي فيو جي في، اعمل له انشاليزيشن جي في يساوي جريد فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت جي في يونيفورم. قال لك بقى استخدم كل الكلاس اللي انت عملتها، عملت كلاس اسمه يونيفورم داتا موديل او دي مش فارقه معايا او موديل، عملت كلاس اسمه اللي هو كان بيجيب بيانات اللي هو اسمه جيت يونيفورم جي نيو جيت يونيفورم، عملت كلاس اسمه ادابتر داتا ادابتر يونيفورم اهو سميه ادابتر يونيفورم. اول حاجه احنا محتاجين ناخد الداتا ونديها للليست فيو، لا انت في الحقيقه محتاج تاخد الداتا وتديها للادابتر والادابتر يديها للجريد. طب محتاج تاخد الداتا من داتابيس كان في الاخر عن طريق الجي، والجي ده كان في الاخر بتاع جيت يونيفورم كان في الاخر بيرجع داتا من نوع ايه، يبقى رقم واحد اعرف من متغير من نوع اري ليست بس بشكل مين واسميها داتا يساوي نيو اري ليست. قال لي هجيبها منين؟ من الجيت يونيفورم عن طريق جي دوت جيت يونيفورم داتا. قالت لي اديني اسم الشال انت فيها، قلت له زيس سيميكولون كده. مين يشيل الداتا؟ هيديها لمين؟ للادابتر. اروح قايل ادابتر ايكوال نيو
ادابتر مسمينه بقى احنا داتا ادابتر. قال لي محتاج حاجتين، اسم الشاشه قلت له زيس، ومحتاج الاري ليست قلت له داتا. قال لي كده ادي الداتا لمين؟ للجريد ايه؟ سيت ادابتر. ادابتر هنا سجل شويه بيانات. تيشيرت اكتبها كده باين سايز اكس لارج او سمول او 15 زي ما بنقول وات ايفر. التكلفه 150 جنيه. الجريد برايمري الفيز، لا هي الجريد برايمري 1 وهنا برايمري. الايمج هات اي صور. لا متنيله التيشيرت بتاعته، لا مش خلاص هات اي تيشيرت من دون خلاص. كوبي ايمج اكس واروح لميه. طب بص انزل اسال كده شفت ال قول له الفلاشه اللي اديها لك دكتور ايمن خلصت ولا لسه؟ بس ماشي واروح قايل انسان خلص نيو. بعد كده هقول مثلا بنطلون يعني ايه؟ ايه؟ باندس بي فور بن وبي فور بوك بن كده. سايز ميديم التكلفة 250. الجريد سكندري وهنا فيرست. الصورة يعني اكتب هنا بنز فكرة. الصورة لو مش هقولها اتش تي بي اس ما بتشتغلش. الصورة لو مش هقولها اتش تي بي اس ما بتشتغلش. طيب انا عايز بس اعمل 4 عشان عايزين نشوف الفرق ما بين المسافات. تمام؟ جاكيت. اي حاجة بقى بسرعة. لا العكس. حتى احنا المرة اللي فاتت عملنا العكس. جاكيت البنتس ديت، لا ده مش جاكيت، ده دي محتاجينها برضو. ده جاكيت. افتكرت في مرة بنت بنتي قالت لي البنتس نزلت يا بابا في المدرسة وانا ما فهمتش حاجة. افتكرت لما انت قلت الكلمه دي قلتها طيب وسكت ولا افكر حاجه اساسا. اتاري بقى طلع في الاخر ايه الكلام ده من يومين بالظبط اللي هم اليونيفورم اليومين دول برضو المدرسه. ده بيسموه البي اي، مش عارف بيسموه بي ايه كده التريننج. هات بقى اللي كان قبلنا ده الجاكيت ده اهو. بس الصوره دي على فكره الصور دي هتطلع كبيره تلاقيها مضغوطه. طيب تعالى بقى نجرب كده. بس قبل ما نجرب عايزين نعمل لينك في المين يوزر. ف
فين كنا عاملين في المين يوزر نو، كنا عاملين ايتم منيو ستارت اكتيفيتي نيو انتنت، وعايزين برضو نشوف حته الريت، نتعامل مع الريت هيتنقل من شاشه المين يوزر دوت زيس، مين يوزر مش مين باس. دوت زيس كوما وهيروح لشاشه اليونيفورم اكتيفيتي دوت كلاس، ونعمل ران نوكس ما ظهرش معانا. لا 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 كانت موجودة، كانت معمولة. بس هي ما كانتش ليها علاقة، فاهمني؟ لا الماب كنا مغيرينها صح. فين الفول سكرين اهي؟ تعال بقى نجرب. عملنا بقى كده ما ظهرش برضو. بص بقى كده يونيفورم، ايه رايك ضربت على ده؟ هندوس رن هنا كده، ضربت فين؟ في البيكاسو. نل ليه؟ فين الداتا ادابتر؟ get image والداتا ده يونيفورم. بص
شايفين اللي هو التخمين. دي اليونيفورم خدت بالك؟ البناطيل ما ظهرتش ليه؟ بص لو عايزين نعمل بوردر على الصورة بقى ايه؟ لا هتبقى سيركل في في البناطيل في بتاع ده. بص التيشيرت وتحت ايه؟ في ال هتبقى وحشة في بتاع الموضوع ده. احنا هنا كمان ممكن ايه نعملها شيب زي يبقى لها شيب. ممكن السايز كمان نحط جنبيه السايز. عارف بص التكست ده تكست التايب دي فين ست؟ الست مش هادية دي طلع عامل كده بلس العلامة دي داتا دوت جيت سايز تلاقي النوع عليه العلامة. وتعالى بالمرة نشوف حتة الشيب كده اليونيفورم الصورة دي. احنا كان عندنا باك جراوند. بصوا عاملة ازاي تلاقي تبقى شكلها زي الزفت. السيركل اللي هي كانت حلوه بس السيركل حلوه مع الاشخاص صور البني ادمين. مش تبقى حلوه في منتجات. يونيفورم خالص هو ده حجمه. طب انا اقول لك حاجه، هو ازاي نعمل الصوره لو خليناها راب؟ راب كونتنت لا هتبقى بايه؟ على حجم مقاس الصورة. مش تبقى كده. عارفين انا عايز اعمل ايه؟ على قد الجريد. في هنا اقول لك في من ضمن الجريد فيو اندرويد ليها بعض الخصائص. في خصائص للجريد فيو ومن ضمن الخصائص الويتس. بس لا انا عايز ويتس الصوره تاخد نفس الصوره ذات نفسها تبقى ستريتش شيء كده بتاعت الصوره. فيت ايه؟ اف اي ولا اف؟ لا ده هي اوبشن جوه حاجه في السكرول تايب. سكرول ايه؟ طيب حرف اس في سكرول تايب. بس هتلاقي يعني بنطلون مثلا زبط هتشوفها كده.
ران تاسكس فيها مشكله. لا ده العادي بتاعه. لما يدوس بقى على اليونيفورم يروح لمين؟ لديتيلز، تظهر له كده وتلاقي تحت اد الكوانتيتي واد تو كارت، يكتب الكميه اللي محتاجها، يزود وينقص. ماشي. وبيقول لك احنا عندنا وقت، فاحنا عايزين ايه؟ ناخد اوبشنز كتير. ما عملهاش ليه؟ ما عملش حاجة. استنى كده، هي دي الجريد ده، بس هو اللعبة مش في الجريد ده. يعني بص، دي طريقة العرض الأولانية بتاعت الراجل ده، بس الراجل ده بيبدأ يظبطها بعد كده. ستريتش موقع لحس موقع كبير منه خلاص. ستاك اوفر فلو بيصلح كتير. سيت سكيل تايب فيت اكس وواي. هو مش موقع كده تلاقي الناس بتسأل وان هو الناس ايه تروح رده. موقع حلو جدا. ستاك اوفر فلو انجز بقى. رايت كليك نيو اكتيفيتي جاليري نيكست، هخليه يعمل ديتيلز يونيفورم. عشان لما يدوس على الايتم يروح للديتيلز، يلاقي فيها الصوره والتايب والسايز والكلر والفيز والجريد وكل حاجه، ويلاقي معاها مين؟ بيلد ريبيلد او رن على طول بقى عشان ننجز، ويلاقي نحط الكمية اللي مطلوبة. بيعمل انستول اهو. ادي اليونيفورم عملها اهي، عمل فت. طب بص، شايف الصورة واخدة كله. طب عايزين ندوس على ده يجيب مين؟ الديتيلز بتاعته بقى. تعالى الديتيلز بتاعته تعالى نصممها. واحد، عايزين صورة هنا، صورة نفس المنتج اللي هو اختاره اللي هو داس عليه. اختار اللوجو العادي اللي احنا حاطينه برضو، تمام. هنخليها كبيرة بقى في الحالة دي، وبرضو الستة خليها مية و تمام.
برضو هنا احط التايتل التايب، هنا احط الكالر او السايز واتيفر، هنا احط ايه تاني كان عندنا التكلفة، هنا احط الفيز، هنا احط الجريد، تمام. بعد كده عندي هنا البلان تكست، احط الكمية بس مش بلان تكست، نمبر وممكن اظبط الويدث بتاعها اخليها تمام، وزي ما قال شنودة ممكن نحط هنا تكست جنبيه. يعني برضو يبقى الاثنين فاهمني، ان هو يزود ينقص. بعد كده هنا ممكن تجيب صورة، الصورة بتاعت الكارت عايزة، بس اهم حاجة بي ان جي، اعتقد دي بي ان جي صورة وحشة، مش هياخد ايديا في الاخر. سيف انجز ديسكتوب، شوف كل ده اسم صورة. على فكرة الصورة لما بتنزل اي سي او ما بيستخدمهاش، خد بالك من الحتة دي. كليك يمين بيست، اوكي انزل الصورة نو، ماشي. عارف بقى انا عايز اعمل ايه؟ نشوف ايه، بس ما اعتقدش كده تنفع. عايزين نحط هنا اهو ايكون بيقعد يزيد عدد المنتجات في الباسكت، اول لما يدوس عليها تفتح مين الشوبنج كارت. ما هي السكرين دي مش هتنفع على فكره، بالظبط مش اللي من تحت، بس هي انت انا كنت عايزها زي ما بيعملوها في المواقع. ما دي برضه بيعملوها في المواقع، بيحطوا اسمه التال بوتون اللي تحت اللي هو على اليمين الفلوتنج اكشن. انت تقصد ده؟ عادي ننزل، سهله 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 ننزل فلوتنج اكشن. ايوه صح، تبقى حلوه دي برضه. ونلغي الصوره دي خالص؟ لا ده الصوره دي تقصد الاثنين؟ تبقى هي نفسها. تبقى حلو، تبقى حلوه برضو. ممكن يعني انت ممكن هنا تنزل فلوتنج اكشن باتون. طب ايه لو خليناها، ما هي الصوره شكلها وحش، ما هي صغيره. لا لا هنظبط، هنظبط. احنا انا عايز اعملها كده، ما انا هعمل كده. دي اي ام جي دي تايب،
دي اختصار ديتيلز تي اكس تي دي تايب ودي اي ام جي دي يونيفورم. ماشي انجز بقى الرقم الثانيه كان بيطلع بوتوم شيت دايما. مش كل الحالات بيبقى فيه بوتوم شيت زي ثلاث تبع الناس عامله ايه ديتيلز. عشان كده احنا قلنا ايه نعيدها تاني دي يونيفورم ايه عشان كده ما مهنج عشان كده انا قلت برضو في حد فصل. شوف كده الكيبل يا شوده فتح تمام. تمام فتح صح كده. لا كده عمل عندك خلاص ده فتح وفتح عندك ولا لا ما فتحش لسه. كده شنو ده تمام تي اكس تي دي سايز تي اكس تي دي كوست عشان بس تي اكس تي دي فيز تي اكس تي دي جريد بي تي ان ماينس تي اكس تي كيو تي واي كمية بي تي ان بلس اي ام جي كارت. تروح دايس على دي كده تمام ونبدأ. حضرتك قدامك طريقتين. الطريقة الاولى انك تجيب رقم المنتج اللي انت دوست عليه وتيجي هنا تعمل ايه تروح تجيب من بيانات الداتابيز تجيب الرقم اللي انت دوست عليه وتجيب من الداتابيز. يا اما الطريقه الثانيه انت كده كده قايل هناك في الليسته انت ظاهر ثلاثه بس الفعلي ان انا عارض كله اخدهم في متغيرات بابليك وارميهم هنا ودي اريح فين في التعامل بدل ما اروح اعمل كونكشن داتابيز واعمل سيرش وهيصه انت واخد بالك. طيب نروح جاي هنا في اليونيفورم الشاشه بتاعت يونيفورم اكتيفيتي اروح قايل كده جي في دوت سيت اون ايتم كليك زي الليسته نيو اون ايتم كليك واحد اقول له حطه في الداتا موديل اللي هو المتغير اللي كان شايل اليونيفورم. قال لي اجيب منين اجيب ايه اقول له هات من الاري ليست دوت جيت. قال لي اجيب انهي صف تقول اللي انا ضغطت عليه الاي كده اصبح الداتا كلها عندي. اعرف متغيرات عامه يا اما عارف تعمل ايه طب ما تعرف ده عام وتخلي ياخد من ده بدل ما اعرف سبع متغيرات اعرف ده بالظبط اخد من الموديل واوزع. ما انا الموديل ده شايل كام متغير كنت هعرف سبع متغيرات عامه واخليه ياخد موديل وبعد كده اقرا هناك السبع طب ما اعرف ده عام واخد من دايركت من الموديل انت فاهمني. واروح جاي هنا ستارت ايه اكتيفيتي نيو انتنت شاشه المي اليونيفورم اكتيفيتي دوت زيس هيروح لشاشه ديتيلز دوت كلاس. اجي هنا في الديتيلز اعرف كم تكست فيو كم تكست فيو خمسه تكست فيو تي اكس تي كوست تي اكس تي تايب تي اكس تي سايز تي اكس تي جريد تي اكس تي فيز ايديت تكست تي اكس تي كيو تي واي ايمج فيو اي ام جي يوني باتون بي تي ان ماينس بي تي ان بلس وراح جاي هنا ايه اللي هو التوب كوانتيتي تمام واروح قايل تي اكس تي كوست ايكوال
تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي دي مين دي كوست ايون ماشي اعمل انا اعملهم خمس مرات خلينا نعمل بريك ولا حاجه خلينا نخلص ماشي اجي هاي احنا خلصنا يا جدع اساسا ده احنا هنمشي النهارده بدري خش يا جاي خش الله يهديك والله العظيم يا جاي يا ابني انت مش موعدنا تيجي بدري وعد الحر دين عليه ده احنا النهارده قلنا ربع ساعه كنا ماشيين اساسا خلاص بدري النهارده شفت انت ربنا بيحبك والله دي طيب ولا كنا مسمينه ايه ما سميناش الدي طيب ده اسمه ايه اس تي واخد بالك وهنا تي اكس تي دي سايز وهنا تي اكس تي دي جريد وهنا تي اكس تي دي فيز بعد كده الكوانتيتي تي اكس تي كوانتيتي equal edit text find view id r dot id dot txt quantity تمام بعد كده image equal image view find view id r dot id dot img uniform هل img uniform ولا دي uniform دي يونيفورم شفت بقى عشان اليونيفورم دي كانت بتاعت مين بتاعت اللاي اوت صح تكست التايب دوت سيت تكست تايب از او تايب نقطتين وراها من شاشه اليونيفورم اكتيفيتي دوت موديل ما ظهرش ليه بقى الموديل ما ظهرش واخد بالك ليه لان متعرف بابليك بابليك ايه ستاتيك عشان اقدر اقرا هنا دوت جيت تايب تي اكس تي كوست دوت سيت تكست واروح كاتب كوست از دي اللي هي ايه كعنوان عشان يعرف دي بتاعت ايه هو في كلر يا جماعه في كلر في المتغير هنا ما احنا عارفين متغير كلر ليه بعد كده تي اكس تي سايز سايز وهنا جيت سايز بعد كده تي اكس تي مين جريد واروح قايل جريد كيت جريد تي اكس تي فيز الصورة بص بقى الصورة نفس طريقة البيكاسو كلاينت ما انت برضو جاي لك مسار صورة والبيكاسو هو اللي بيعمل ايه بيحول من مسار لصوره نفس طريقه البيكاسو كلاينت بس الشاشه هنا زس والداتا هياخدها منين منين يونيفورم اكتيفيتي دوت دوت جيت ايمج والصوره هيحطها في الاي ام جي اللي انا معرفها تمام سيف ران اوكي فود ادوس على التيشيرت يجيب لي بياناته الناحيه الثانيه
لسه بيفتح. جهات هتقعد معايا امتى في الاوتيل ليه؟ لا النهارده لا. لا ما النهارده لا برضو. ماشي. هو فاتح كده ولا ايه؟ ليه مش عايز يعمل انا تفتح يا عم؟ يعني هل كده؟ اه ده مهم. العميل هو اللي هيضيف؟ اه الادمن. ايوه ما هو العميل هو ده يعتبر الادمن. اه وتظهر كلها على لبس المدن. احنا هنعمل الادمن ده ناخده انت مش المره الجايه. لا لسه كل ده بقى يعني قاعد يضيف حاجات كتير قوي براحته. هو بقى جاي يدور على حاجه مثلا بالاسم ينفع؟ ينفع نعمل سيرش. ينفع بقى تخش سيرش بيه بايثون بالفويس. انت عايز تعمل سيرش بالفويس بس لازم تاخد اساسا اساسيات البايثون حوارات البايثون. ماشي اجيب لك كود اشوف لك كود. ما جربتهاش على الموبايل بكده بصراحه بس ادور لك على كود. انا عايز تقول مثلا عايز تيشيرت مقاس 15 بس. لا مش ست مش عايز هدور عليها. وانا حلوه والله الفكره دي. انت تغيب تغيب وترجع لنا بافكار يا ابو مهدي. فكرت في موضوع الكورس قلت لك عليه ولا لسه؟ شوف براحتك. انا قلت بس عشان ما اضيعش الفلوس اللي دفعتها. خش بالكورس اللي هيفتح جديد وانا هبلغ الفوائد بكده. 15 10 بالظبط 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 15 10 وناس كتير جايين من جامعة حلوان فيه يعني ونصهم بنات يعني. تعالى كده للفرن. ماشي خش على التيشيرت ماس 15 ده. بص خدت بالك ترجع باك. خش على الجاكيت ده هنا المنتج المفروض ايه. طب تعالى نعمل الزيادة والايه والنقصان دي الاول. طيب ليه الصورة اه دي لما جت اه بص سلاش ايه 15 سلاش ميديا جاكيت. خدت بالك من دي؟ ممكن ده ينزل شوية اللي هو اللي اوت. طيب تعالى بقى حتة التعامل مع مين؟ مع البطل. بي تي ان ماينس ايكوال بطل فايند فيو اي دي ار دوت اي دي دوت بي تي ان ماينس بي تي ان بلس. هنا بي تي ان بلس btn minus dot set on connect new on connect. وراء التاني btn minus dot set on connect new on connect. رقم واحد
اخلي في دي الديفولت زيرو، ده رقم واحد، ولا الديفولت واحد واحد، تمام كده. ونخلي الجرافيتي اذر بس فيو اول، سنتر، تمام. رقم اتنين المفروض يعمل ايه؟ البلس يعرف متغير انت كيو تيو واي ايكوال انتجر دوت بارس انت، ياخد التكست كوانتيتي دوت جيت تكست دوت تو سترينج، ويعمل في الكيو تيو واي يزود واحد ويحطها تاني فين، صح كده؟ string dot value of q2 ياخد القيمه اللي دخلت جوه التكست يزود عليها واحد ويحطها تاني فين، في التكست. نفس الكود ده فين؟ في الماينس. بس في مشكله، ايوه الكلام ده لو طول بالظبط زي ما قال انطونيو، طول ما اف الكيو تي واي لا اكبر من الواحد او تساوي، لا تساويها، لا كمان عشان لو سويتها هتوصل للصفر، صح ولا لا؟ رن. مش عارف عايز يمسح ايه، بص مش لاقي ايه، بيقول لك في ديليت مش عارف في ملف كده مش قادر يمسحه، انا هخش امسحه انا بس. شوف الدنيا ماشيه النهارده ازاي، سبحان الله. انا كل يوم نقوم نخلص بدري وما نخلصش، هنكمل ايه؟ يا اما بقى ماشي عشان احمد مش موجود ومينا مش موجود، كرولوس ما جاش يعني، كان قال هاجي بس استحلاها البيت. هو مسافر؟ هو هيرجع النهارده. أكيد هيرجع، مش هيرجع الكورس. حتة بقى شوبنج كارت دي. الشوبنج كارت دي أولاً ليها طريقتين. لما تدوس على كده خش على ده، ما شاء الله ايه ده، طب بينقص ليه؟ ما هو ده الماينس ينقص اهو، ولا احنا مسمينهم غلط؟ الحق خدت بالك؟ ماشي. لما يدوس على دي يعمل ايه؟ طريقتين، يا يسجل في الداتابيس دايركت، يروح يسجل ده بالكميه دي تبع الاوردر ده يرميه هناك، وده غلط. ليه؟ عشان ممكن بعد ما يخلص يشوف الشوبنج كارت يلاقيها تكلفتها 1000 جنيه يقول لك لا كتير 1000 جنيه، بدل ما جبت تيشرتين اشيل اثنين. هتكون انت كنت مسجل فين؟ الدبيس. يبقى الطريقه الثانيه المفروض نعمل ايه؟ نعملها على الطاير، يخلص 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 شو شوبنج كارت، يظهر كل الايه؟ الكارت بتاعته، شافها تمام سيف، صح؟ يبقى احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ نعمل جريد فيو، نعمل اداه اسمها شاشه شوبنج كارت. عايزين الجريد دي فيها ايه؟ ادى الجريد دي تبقى رابطه برضه، الجريد ديت عايزين الشكل ده اللي هتاخد وقت كتير جدا، مشكله بس مش فكرتها. المفروض ان نبني الشكل ده، ده المفروض يعني مسلسل اللي هو بيسموه نمبر، السيريال نمبر بتاع المنتج. ما انا ما بسجلش اسم المنتج، انا بسجل الكود بتاعه والتايب بتاعه والسايز
والكوست والكوانتيتي والسب توتال. واحد 10 20 سلمه تيشيرت مقاس اكس لارج 50 جنيه خدت 3 ب 150. 2 30 50 ده السلم بانس. لا اصل انا خلص ده انا ربع ساعه مش شغل عامل فاشن. تمام سايز ميديوم 30 جنيه او 300 جنيه هاخد 2 يبقى 600. والاجمالي هنا كام؟ المفروض نعمل صح كده؟ المفروض كمان ان لو اعلم على السيريال ضغطه طويله من حقه تطلع الف دايره. هو الصح كده؟ انت عايز الكميه ظاهره قدام عينك، عايز تعدلها ولا تديليت؟ انت لو هتعدلها كتبت هنا 2 3 لا خليها 2 روح ما خلي دي ويعدل ده ماشي. لو عمل ريموف في ثالث الصف كله والسعر والاجمالي يتغير صح كده؟ بركة يا بركة. بس عايزين نازل نفكر اصل الجريد فيو فيها مشكلة عشان بس هو مشكلة من دلوقتي الجريد فيو ان السل فيها احنا ازاي نقسمها كده؟ السل اللي فيها شايله كذا حاجه ليه هنروح بعيد ليه؟ طب اهو اهو دي شايله ايه يا اسطى؟ شايله صوره وسعر ومنتج. انا هنا عايز كل واحد لوحده عايزه شكل تيبل. ما انا هخلي اول لما تيجي لتي تلاقي الموبايل الشاشه عملت كده بنغير في الاورينتيشن. اورينتيشن في حاجه هنا يا انطونيو بص في اي اكتيفيتي تقف عليها اي اكتيفيتي مثلا اكتيفيتي الماب او في الديتيلز اورينتيشن سكرين اورينتيشن لاند سكيب. ساعات لما بتظهر في اليوتيوب ساعات تلاقي الموبايل تلاقي ايه الفيديو ايه بقى ايه لاندسكيب. تمام وعلى فكره ممكن تبص تظبط الاورينتيشن كذا حاجه فول سكرين ومش عارف ايه وبورتريت المشكله بقى احنا ازاي نخلي الدنيا كده. طب ليست فيو ما هو ليست فيو الرول واحد هنعمل ايه؟ تعمل لي اوت كده بقى وبدل ما نعمل الفت دايركت تطلع لي ان انا اعدل الكميه او احذفها ممكن نعمل تكست فيو صغير جنبيه الاثنين بوتون. مش تكست فيو بقى نخلي الكميه دي التكست نخلي الكميه ومجرد ما يعدل فيها يعدل يسمع في السعر ويسمع في الكميه يسمع في السب توتال والتوتال النهائي. السوق عامل كده والجميع عامل كده بجد؟ ماشي ماشي وكده تقدر تحط الصوره كمان واقدر احط الصوره الاول لا محاضره جامده المره الجايه كتير ماشي بس اسهل من دي عشان تقدر تتحكم في كل عنصر يبقى حلوه جدا. واحنا كنا كاتبين المره اللي فاتت الحاجات صح؟ هنزود عليهم في الفيديو ده حتى يبقى ظاهر الريتنج بار ستوب